منتصف الليل بتوقيت الجزائر، نشرة الأخبار. أهلا بكم مشاهدينا، وإليكم أبرز العناوين. رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون يترأس اجتماع العمل الدوري بمقر وزارة الدفاع الوطني، ويستمع إلى عرض شامل حول الوضع الأمني السائد في كافة ربوع الوطن. أعضاء مجلس الأمة يصادقون بالأغلبية على نص قانون المالية 2023، ورئيس مجلس الأمة يشيد بجهود الجزائر في المحافظة على استقلالية القرار السياسي المدعم بالتنمية الاقتصادية. في اليوم الدولي لمكافحة الفساد تأكيد على المكاسب المحققة كدعامات ذات أولوية لتجسيد مبادئ أخلاقة الحياة العامة وتعزيز الشفافية والوقاية من الفساد. تعزيز العمل الإفريقي المشترك لمجابهة تحديات الراهن وبحث الحلول الناجعة للقضايا الأمنية في ختام أشغال ندوة وهران الدولية لتحقيق التنمية الإفريقية المستدامة. تفاصيل النشرة، أهلا بكم من جديد. بداية، إذا قام أمس السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني قام بزيارة إلى مقر وزارة الدفاع الوطني، حيث كان في استقباله السيد الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. التقرير لأحمد أمين دريدي. بعد الاستماع للنشيد الوطني وتقديم التشريفات العسكرية له من طرف تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي، حي السيد رئيس الجمهورية مستقبله. خلال هذه الزيارة ترأس السيد رئيس الجمهورية اجتماع العمل الدوري الذي حضره كل من السيد الفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي
والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وضباط ألوية وعمداء بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي، وعبر تقنية التخاطب عن بعد قادة القوات والحرس الجمهوري والدرك الوطني والنواحي العسكرية والوحدات الكبرى للجيش الوطني الشعبي. خلال هذا الاجتماع استمع السيد الرئيس إلى عرض شامل حول الوضع الأمني السائد في كافة ربوع الوطن، قدمه السيد الفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وتضمن حصيلة الأعمال المنفذة من طرف وحدات الجيش الوطني الشعبي خلال سنة 2022 قصد إرساء موجبات الاستقرار وتعزيز جو الأمن والطمأنينة والسكينة لدى المواطنين، بالإضافة إلى المهام المتعلقة بحماية حدودنا الوطنية المديدة ومجالنا الجوي ومشارفنا البحرية، فضلا عن تنفيذ برامج تحضير قوام المعركة وتطويره ونجاعة آليات الحفاظ على الجاهزية العملياتية للوحدات القتالية. بهذه المناسبة أسدى السيد الرئيس جملة من التوجيهات والتعليمات تصب في مجملها في إطار حث مستخدمي الجيش الوطني الشعبي على مواصلة مشوار تطوير وعصرنة كافة مكوناته، وذلك من أجل رفع التحديات المعترضة وكسب رهاناتها والارتقاء بقواتنا المسلحة إلى تبوؤ المراتب التي تليق بعظمة وقدسية المهام الموكلة. وبعد التوقيع على السجل الذهبي غادر السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، غادر مقر وزارة الدفاع الوطني حيث كان في توديعه السيد الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، حل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن مساء أمس بعاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، وهذا للمشاركة في القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية التي تنطلق أشغالها اليوم. ويرافق السيد الوزير الأول وزير الصناعة أحمد زغدار ووزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزق. في الشأن البرلماني، صوت أمس أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2023 في جلسة عامة ترأسها رئيس المجلس صلاح كوجيل. الجلسة جرت بحضور وزير المالية إبراهيم جمال كسالي، أعضاء من الحكومة، وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار. يتضمن نص قانون المالية تدابير ومؤشرات إيجابية لدعم الاستثمار والمحافظة على التوازنات المالية للدولة وطابعها الاجتماعي،
تعمل على تكريس نمط جديد لحوكمة المالية العمومية ومواصلة الإصلاح الجبائي من أجل ضمان فعالية وشفافية أكبر. عقب التصويت أشاد رئيس مجلس الأمة بجهود الجزائر في المحافظة على استقلالية القرار السياسي المدعم بالتنمية الاقتصادية. استقلالية القرار السياسي للجزائر، وهذه الجزائر معروفة حتى في الظرف الصعيب اللي عاشته الجزائر عبر تاريخها من الاستقلال ليومنا هذا، دائما نحافظوا على استقلالية القرار السياسي تاعنا، رغم ولكني دائما نحافظ على استقلالية القرار السياسي لأن هذا هو الأهم. ولكني لما نحافظ على استقلال السياسي في المرحلة اللي أنا عايشينها حاليا يدعم باستقلالية الاقتصاد أيضا، ومن خلال استقلالية الاقتصاد والطريقة والبرامج اللي وضعه السيد رئيس الجمهورية، وفي هذه السنة كنا صادقنا على مشروع قانون التنمية باش نعطي المفهوم الحقيقي تاع التنمية، حافظنا باش نحافظ أيضا على استقلال اقتصاد الجزائر. الجزائر ما عندناش مديونية، رفضنا المديونية رغم الصعوبات اللي كنا فيها، وهذا جانب اللي ما نتكلموش عليه كثير ولكن عنده معنى كبيرة. لما نرفض المديونية الخارجية، والوقت الرفض هذا اللي رفضه رئيس الجمهورية مع الوقت اللي رانا عايشينه أعطانا الحق. وبمجلس الأمة دائما صدق أمس أعضاء المجلس على القانون المتضمن القانون الأساس العام للوظيفة العمومي والقانون الأساسي للمقاول الذاتي. في اليوم الدولي لمكافحة الفساد وتحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، نظمت السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، نظمت الملتقى الدولي لمكافحة الفساد. الملتقى تمحور حول سياسة مكافحة الفساد في الجزائر وأخلاقات الحياة العامة، إنجازات وآفاق حضره رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، وكذا الممثلة الدائمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر. التغطية لسونيا جاسي. التزام من التزامات رئيس الجمهورية لجعل مبادئ أخلاقة الحياة العامة ومكافحة الفساد من صميم اهتماماته وفي صلب أولوياته. إن هندسة الوقاية من الفساد ومكافحته في دستور 2020 كفيلة بالتأسيس لنظام فعال من شأنه الحد من تفاقم الظاهرة والقضاء عليها، إرادة يتجدد التأكيد عليها في ملتقى اليوم الدولي لمكافحة الفساد. لقد لعبت الجزائر دورا حيويا ومحوريا على الصعيد الدولي والجهوي لمحاربة الفساد من خلال مساهماتها في إعداد العديد من الاتفاقيات الدولية والجهوية والمصادقة عليها. إن تعزيز واستحداث المعايير المرتبطة بأخلاقة الحياة العامة وتعزيز الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بدستور 2020 لخير دليل على أن الإرادة الصادقة للسلطات العليا في البلاد عازمة في المضي نحو تحقيق الأهداف المنشودة لبناء جزائر جديدة. ولأن مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة تتقاسمها جميع دول العالم، فقد تجسدت مرافقة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجزائر في سياق التحسيس والإعلام والتكوين ورفع القدرات في هذا المجال. فخورون جدا بمرافقة جهود الجزائر من خلال الاتفاقية المبرمة مع السلطات العليا للبلاد، كما أؤكد أننا سنكون في خدمة الجزائر دائما. جهود الجزائر ودورها في مكافحة الفساد محاور ركز عليها الخبراء في تدخلاتهم ضمن هذا الملتقى.
ما هي القيم المرجعية التي يمكن اعتمادها طبعاً لأخلاق الحياة العامة، وأيضاً الحديث عن جهود الجزائر للوقاية من الفساد ومكافحته، وطبعاً فيه الحديث عن الإطار القانوني والمؤسساتي للوقاية من الفساد ومكافحته في الجزائر. إن سياسة مكافحة الفساد عملية شاملة ومتواصلة ترتكز على العديد من المتغيرات، مما يقتضي اعتماد مناهج حديثة مع تدعيم الجهات الفاعلة لمكافحة الفساد. والتعاون والتضامن الإفريقي في مجال الحماية المدنية والتدخل السريع في حالة حدوث المخاطر الكبرى كان في صلب اجتماع رؤساء الاتحاد الإفريقي للحماية المدنية وإدارة مخاطر الكوارث الذي أشرف عليه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مرات. خلال اللقاء تأكيد على أهمية إنشاء آلية القدرات المدنية القارية للتأهب للكوارث والاستجابة لها. والتغطية لوليد ساري. مجابهة الأخطار والكوارث وقضايا المناخ في القارة السمراء في صلب اجتماع رؤساء الاتحاد الأفريقي للحماية المدنية وإدارة مخاطر الكوارث الذي أشرف على افتتاحه اليوم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد. الاجتماع ركز على مبادرة رئيس الجمهورية لإنشاء آلية للقدرات المدنية القارية للتأهب لأخطار الكبرى والكوارث. وعلى هذا الأساس جاءت مبادرة السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال الدورة الأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقدة شهر فبراير 2022 باقتراح إنشاء آلية قدرات القارية للاستعداد والاستجابة للكوارث في إفريقيا. إن مبادرة مثل هذه لهي كفيلة بتحصين القارة أمام مختلف التحديات والرهانات التي تواجهها من خلال السعي الدؤوب لإيجاد حلول تسمح بتخفيف حدة الأزمات الناتجة عن المخاطر الكبرى وآثارها السلبية، مع الأخذ بالحسبان خصوصيات وحاجيات كل دولة على حدة، بما في ذلك مراعاة مؤهلاتها ومدى استعدادها لمثل هذه الكوارث. اقتراح لقى تجاوباً كبيراً من قبل المندوبين الأفارقة الذين ثمنوا هذا القرار، خاصة وأنه يتعلق بالتنسيق والعمل المشترك بين مختلف الهيئات في القارة. الاعداد والاستجابة للمخاطر الكوارث، وهي بادرة طيبة للغاية تنم أن مختلف أعضاء الاتحاد الأفريقي واعيين بالمجهود اللي يلزمهم يقوموا به على المستوى الوطني وكذلك على المستوى الإقليمي وكذلك على المستوى القاري. هذا الاجتماع سيسمح لنا نحن الأفارقة على توحيد الجهود، خاصة وأن هذا الموضوع اليوم يهم مختلف شعوب العالم في ظل التغير المناخي الكبير وما ترتب عنه. الاجتماع جد مهم، والمبادرة قيمة من الجزائر لأنها ستتركز على إيجاد حلول للكوارث الطبيعية في القارة ومجابهتها. اليوم نتواجد هنا لبحث فرص التعاون والتنسيق مع الدول الإفريقية، خاصة مع التحول المناخي الكبير وتداعياته على إفريقيا، خاصة أيضا من جانب الكوارث الطبيعية. وعلى مدار يومين يعكف المندوبون الأفارقة على بحث ومناقشة سبل التكتل أفريقيا لمجابهة الكوارث الطبيعية. وللجزائر تجربة رائدة في مجال تسيير الأزمات والأخطار الكبرى من خلال تعزيز قدراتها المادية والبشرية بتكوين نوعي متواصل وعتاد عصري، هذا إلى جانب دعم آليات الوقاية كخطوات استباقية. تجربة الجزائر ذاع صيتها بين الدول، ومن منطلق مواقفها التضامنية أصبحت السباقة في مساعدة الدول عند حدوث الكوارث، بالإضافة إلى إسهاماتها في تكوين فرق الإغاثة. الموضوع لأمينة أميرة مدحي. رجال تجندوا لخدمة المواطن ومجابهة المخاطر والكوارث الطبيعية بالوسائل البشرية والمادية وتوحيد الجهود لتحقيق الحماية المدنية للأفراد والممتلكات، ترافقهم سواعد ناعمة لتعزيز تلك الحماية في إدارة الأزمات سواء قبل أو أثناء حدوثها، عن طريق الوقاية منها من خلال الحملات التحسيسية حول طرق تعامل الأفراد مع الأوضاع الصعبة. أعمال إغاثة تنفذ بشكل يومي للحد من الخسائر البشرية والمادية رغم التضاريس الوعرة والمناخ الصعب،
يقفون في الصفوف الأولى معارضين حياتهم للخطر في سبيل خدمة الوطن بالتدخل والاستعداد والجاهزية الدائمة، حيث شهدت عدة ولايات من الوطن حرائق سخر لها 1500 عنصر يومياً لإخماد النيران وستة طائرات من نوع هليكوبتر، بالإضافة إلى اعتماد برنامج استباقي بتوفير طائرتين استطلاعيتين. تدعيم الصفوف الأولى لم يكن على المستوى المحلي فقط، حيث تعتبر الجزائر السباقة في مساعدة الدول المتضررة من الحرائق والفيضانات والزلازل، كما ساهمت الجزائر في تكوين فرق الإغاثة لبعض الدول الصديقة. ومن أجل تسهيل مهمتهم اتخذت الدولة تدابير استراتيجية خاصة بالأساليب الوقائية ودعم البرامج العلمية لتفعيل دور سلك الحماية المدنية وما يتطلبه من إمكانات تقنية وقانونية، حيث تملك الجزائر مكتبا إقليميا للفضاء يعمل على التعاون والتنسيق بين مراكز الخبرة الوطنية والإقليمية لاستخدام تكنولوجيا الفضاء في إدارة الكوارث الطبيعية في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل بغرض التأهب للكوارث والاستجابة لها وحماية الممتلكات العامة والخاصة. اختتمت أمس بوهران الندوة التاسعة رفيعة المستوى للسلم والأمن بإفريقيا، حيث أجمعت الوفود الحاضرة على تثبيت هذا الموعد السنوي في مدينة وهران، كما عقد عدد من الوزراء الحاضرين ندوة صحفية تحدثوا فيها عن مظاهر نجاح هذه الطبعة. كان هذا اللقاء مهما جدا. مبادرة وهران تلعب دورا مهما في إطار ترقية السلم في قارتنا لنصل إلى إفريقيا التي نريدها. تميزت هذه الدورة بكل المعايير أنها متميزة وأنها ناجحة حقا. أولا من حيث المشاركة، كل أعضاء مجلس السلم والأمن حاضرين على مستويات مختلفة، ثم عدد من رؤساء الهيئات الدولية التابعة للأمم المتحدة عززت من نوعية المداولات وأتاحت للمشاركين فرصة تعميق التفكير والوصول إلى خلاصات متقدمة ومعمقة حول كافة النقاط المدرجة في جدول الأعمال. وعلى ذكر موضوع الإرهاب الذي تفضل بذكره الزميل، أنتم تعرفون الرئيس عبد المجيد تبون هو معين من طرف نظرائه الأفارقة بصفة منسق العمل الإفريقي لتعزيز مكافحة الإرهاب وكذلك تجريم التطرف العنيف في القارة الإفريقية. هذا وكانت أشغال الندوة الدولية التاسعة الرفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا المنعقدة بوهران قد توجت بجملة من التوصيات تهدف في مجملها إلى تعزيز العمل الإفريقي المشترك والمتعدد الأطراف لإسماع صوت إفريقيا بين الأمم العمامرة. وبالمناسبة كدع على بذل مزيد من الجهود الجماعية للتخفيف من الظلم التاريخي المسلط على إفريقيا في تركيبة مجلس الأمن وتغطية لمسين حامية. مسار وهران الندوة التاسعة رفيعة المستوى جسر اللقاء والارتقاء بالسلم والأمن الإفريقيين، ندوة تعزيز التعاون والتنسيق بين مجلس السلم والأمن الإفريقي والأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن للأمم المتحدة للدفاع عن المصالح المشتركة أثناء صنع القرار. طبعة بمساع عميق لإسكات البنادق ودحر بؤر الإرهاب والتطرف العنيف ونزع السلاح بالسيطرة على سبل انتشاره في بقاع القارة الإفريقية والسعي لتعزيز منظومة السلم بتجميع القوى وتوحيد الرؤى لإثراء الطرق والمساهمات في الأجندة العالمية لمكافحة الإرهاب. I believe it has anchored in the spirits and minds and even hearts of أنا على يقين أن مجابهة الإرهاب مرسخة في قلوب ووجدان الأفراد، وهذا مهم جدا لإطراء المساهمة الجديدة بحيث تحدث فرقا كبيرا في جدول الأعمال العالمي لمكافحة الإرهاب.
نحن بحاجة إلى بناء شراكات مع الدول الخارجية والمنظمات الإقليمية لتعزيز السلام وجهود الحكومة الإفريقية لإرساء الأمن. الجزائر تلعب دورا هاما وإيجابيا، دور على قدر المكانة التي تحتلها إفريقيا، ودور بارز في تحمل مسؤولياتها كقوة إقليمية. الندوة التاسعة رفيعة المستوى، مخبر المقاربات والأصوات الواعدة والمتوحدة لاستئصال الإرهاب ومعالجة النزاعات والخلافات الإفريقية، نظرة أخرى للعمل المشترك لإيجاد الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية لتعزيز السلم والأمن الإفريقيين، ومنه لنسج تنمية اقتصادية حتمية تجابه التهديدات العالمية، ناهيك عن موضوع فرض وتطبيق العقوبات من طرف المنظمات الدولية والشركاء على الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي. بلد كالجزائر يحتل مكانة استراتيجية وهامة في ميدان السلم والاستقرار في إفريقيا، لأننا حينما نتحدث عن السلم دائما نجدها في المقدمة. إيجاد آفاق للمشاكل الإفريقية بحلول إفريقية، أظن أن الجزائر هي الأجدر للعب هذا النوع من الأدوار. الطبعة التاسعة امتداد للطبعات السابقة التي بادرت بها الجزائر في إطار التزامها الراسخ والمتواصل بدعم عمل المنظمة في مجال السلم والأمن الإفريقيين. على هامش أشغال الندوة، أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمضان العمامرة مباحثات مع عدد من نظرائه الأفارقة والوفود المشاركة في الندوة، حيث تحادث مع وزير الشؤون الخارجية التعاون الدولي بجمهورية النيجر أسومي مسعودي. كما التقى العمامرة مع وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية تشاد محمد الصالح النظيف. العمامرة تحدث أيضا مع وزيرة الدولة لوزارة الشؤون الخارجية بجمهورية أثيوبيا الفيدرالية بيرتوكان أياني دادي. كما التقى مع وزير الدولة بوزارة الخارجية بجمهورية زيمبابوي دافيد موسى بيانا. كما كانت لوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج مباحثات مع نائب وزير الشؤون الخارجية بجمهورية جيبوتي محمد علي حسن. المحادثات تناولت بالإضافة إلى علاقات التعاون الثنائي مستجدات الوضع الإقليمي والدولي الراهن. في موضوع آخر، قام أمس وزير السكن والعمران والمدينة محمد طرقب العريبي بزيارة ميدانية لملعب الدويرة الذي يعرف نسبة تقدم أشغال ملحوظة، إذ تم الانتهاء من وضع المادة العازلة للمدرجات. وبالمناسبة أسدى الوزير تعليمات للبدء الفوري في تركيب الشاشتين العملاقتين وتثبيت الكراسي المقدر عددها بأربعين ألف مقعد. فيما يخص أرضية الملعب، أمر الوزير بالبدء الفوري في التحضير لمرحلة زراعة العشب الطبيعي، ليتوجه بالعريبي بعد ذلك إلى أشغال التهيئة الخارجية، حيث انتهت الأشغال بالساحة الخارجية التي زينت بالألوان الخاصة بمولودية الجزائر. في مواضيعنا الاقتصادية وفي سياق الجهود المتواصلة لإرساء صناعة وطنية حقيقية في مجال صناعة السيارات على ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، أكد وزير الصناعة أحمد زغدار أن أسعار السيارات ستشهد انخفاضا مع بداية عملية التصنيع والاستيراد. بهدف تحسين الإطار المعيشي لساكنة المناطق النائية والمعزولة بولاية الجلفة التي بلغ عددها 279 منطقة، وتطبيقا لتعليمات السلطات العليا للبلاد للتكفل بانشغالات الساكنة، تم تفعيل سجلا للشكاوي على المستوى الإدارات والمؤسسات العمومية، حيث أكد أمس وسيط الجمهورية مجيد عمور ضرورة العمل على التكفل والاهتمام بانشغالات المواطنين.
كانت لنا فرصة للوقوف على مدى تنفيذ تعليمة السيد رئيس الجمهورية بتحسين الخدمة العمومية وبتحسين ظروف الاستقبال المواطنين على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية وتفعيل سجل الشكاوي. الآن أصبح هذا السجل سجل تفاعلي بين الإدارة والمواطن، سجل يسمح للمواطن بتسجيل اقتراحاته ملاحظاته، والمسؤول الآن ملزم بالاطلاع عليه يوميا. في إطار محاربة كل مظاهر الإجرام التي تمس بالاقتصاد الوطني، تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني من حجز كمية معتبرة من مادة الكوكايين بوزن 2.3 كيلوغرام، حجز 250 علبة سجائر أجنبية تصنع من نوع HP، مع توقيف شخص مشتبه به يبلغ من العمر 50 سنة. العملية تمت بناء على معلومات مؤكدة متحصل عليها تفيد بمحاولة تمرير كمية معتبرة من هذه السموم من الولايات الجنوبية نحو الولايات الشمالية للوطن، وذلك باستعمال وسائل النقل العمومي للمسافرين. على إثرها تم وضع خطة محكمة للإطاحة بالمشتبه به، ذلك بوضع نقطة مراقبة على مستوى الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين ولايتي بسكرة والمغير. وبعد توقيف حافلة من نوع هيجر وتفتيش أجهزتها ووثائقها الإدارية، أكد الركاب القادمون على متنها تم العثور تحت مقاعد الركاب على كمية معتبرة من مادة الكوكايين، بالإضافة إلى حجز سجائر أجنبية الصنع نوع HP وهاتف نقال خاص بالمشتبه به. وبعد استكمال إجراءات التحقيق سيتم تقديم الموقوف أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المختص بوركلا. تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بأورلا من حجز كمية معتبرة من مادة بيضاء كوكايين تفوق 2.3 كيلوغرام، وحجز حوالي 250 علبة سجائر أجنبية الصنع نوع HP، مع توقيف شخص مشتبه فيه يبلغ من العمر 50 سنة. العملية تمت بناء على معلومات مؤكدة متحصل عليها تفيد بمحاولة تمرير كمية معتبرة من هذه السموم من الولايات الجنوبية نحو الولايات الشمالية للوطن باستعمال وسائل النقل العمومي للمسافرين. على إثرها تم وضع خطة محكمة للإطاحة بالمشتبه فيه، وذلك بوضع نقطة مراقبة على مستوى الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين ولاية بسكرة وولاية المغير. بعد توقيف حافلة نوع هيجر وتفتيش أجهزتها تم العثور تحت مقاعد ركاب على كمية معتبرة من المادة البيضاء. ونختم النشرة من ولاية المدية، حيث اختتمت مساء أمس فعاليات المهرجان الوطني للمسرح الفكاهي في دورته 13. المهرجان الذي شهد تنافس 6 فرق مسرحية على الجائزة الكبرى العنقود الذهبي يأتي تكريما للفنان الراحل سيراد بومدين. هذه طبعة عرفت تتويج مسرحية الفلوكة لجمعية السرخة بسكيكدا بجائزة العنقود الذهبي كأحسن عرض مسرحي متكامل. كما عرف المهرجان نشاطات متوازية لصالح الطفولة بهدف غرس فن المسرح في المؤسسات التربوية والشبابية. مبروك للمتوجين. بهذا نختم نشرتنا، شكرا لكم على كرم المتابعة لهذه، أو سلام عليكم.